بص يا باشا، اجرات الباقي هي اجرات الفايبرويد، هم كلهم شبه بعض، كلهم سب ميوكس ما عدا بتاعه الضفدع هي السب سيروس. ماشي، في اي حاجه قلنا سب ميوكس. وفي اشكال مميزه هقول لك، مثلا الشكل اللي مفتوح ده، الرحم اللي مفتوح كده نصين، يبقى ده بتاع الكورنيا الفايبرويد. ماشي ماشي. وده نازل منه بتاع، يبقى ده بوليب عشان لوبيديكل وكده، بوليب. برضو اللي شبه عين الجمل، عين الجمل جوه الرحم، يبقى ديت بوليب. ماشي. الباقي تقوم قايل له سب ميوكس فايبرويد. ماشي، هنا مثلا قلنا سب ميوكس فايبرويد، بس هنا هنضيف كلمه زياده اللي هي لاين لاين ديجنريشن. ماشي، اهو ورم طالع جوه قمه الرحم، هنا تقوم قايل له سب ميوكس فايبرويد. ماشي. بعد كده سب ميوكس فايب، اي حاجه ما تعرفهاش قوم قايل له سب ميوكس فايبرويد. ماشي، تحس شبه الشفاط اللي بتاع الشفاط اللي هو الماسوره دي، سب ميوكس فايبرويد. ها، قلنا المفتوح يبقى كورنيال فايبرويد، هنا قلنا بوليب، هنا فايبرويد بوليب، فاندس فايبرويد بوليب. ماشي ماشي. ده المميزين شويه، ده اللي شبه الدوامه، يبقى ده في ادينوميوزس، اللي كورتين جنب بعض كده، تحسهم كليتين جنب بعض، يبقى ده اسمها الساركوماتوس تشينجز اللي موجوده اهي. ماشي. ده اللي شبه الضفدعه، يبقى ده اسمه السب سيروس فايبرويد، الفايبرويد اهو الابيض ده. ماشي ماشي، دول مميزين شويه، الباقي هنقولهم كمان شويه اهو. يبقى ده اللي شبه الدوامة أهو، زي ما أنا رسملك شبه الدوامة كده، يبقى ده أدينوميوزس، سب ميوكس فايبرويد ومعاه أدينوميوزس، ده السب سيرس الوحيد، ده السب ميوكس ومعاه ساركوماس تشينجز. ماشي، دول بقى المالتيبل فايبرويد، مالتيبل إيه، يوتراين فايبرويد. ما تنساش بس إن هنا الأربع كرات فوق بعض، واحد اتنين تلاتة أربعة، دول يبقى فيه فايبرويد في في السيرفايكال واليوترس والبرود ليجامنت. ماشي، الاربع كلاكيع فوق بعض، كلهم كلاكيع كلاكيع كلاكيع، كلهم في صب يا اما صب ميوكاس مالتيبل يوتراين فايبرويد، او اكتب مالتيبل يوتراين فايبرويد وخلاص، احنا هتفرق معاك. او ده مالتيبل كوربورال فايبرويد، صب ميوكاس، ده صب بس ده تحسه شبه الحجر الجيري شويه، صح؟ اهو شبه كبير وشبه انت ما تعرفش ليه ودني ولا ليه ايه، بس ده كالسيفيكيشن يعني. يبقى احنا قلنا لغايه دلوقتي هاي لاين، وده اللي جه امبارح فمش هيجي، وقلنا اللي معاه ادينوميوزس، وقلنا اللي معاه ادينوميوزس، وقلنا اللي معاه ساركوماس تشينجز، وقلنا ده اللي هو اللي ابو ودني ده. بعد كده في عندك ايه، مالتيبل يوتراين فايبرويد، ده اللي هو فيه اربع كلاكيع يعني. ماشي ماشي، مالتيبل يوتراين فايبرويد. السيرفايكال بولبوس، بالنسبه للسيرفايكال بولب وفايبرويد، هتلاقي السيرفكس الحته اللي تحت يعني من المتجار كبير. الفكره بس في في البولب، ان انت هتلاقي في تعرف تحدد شفه، انما الفايبرويد ما تعرفش تحدد الشفه. ماشي ماشي. فده عندك اهو، ده الحته اللي تحت من الجار اللي هو السيرفكس، يعني هتلاقي السيرفكس كبير بس الرحم، شوف السيرفكس قد الرحم. هنا برضو نفس الكلام، شوف السيرفكس قد ايه والرحم قد ايه، السيرفكس قد الرحم. هنا السيرفكس اصلا كبير وفاتح لك الرحم عشان يوريك ان السيرفكس كبير، ده السيرفايكال فايبرويد. السيرفايكال بوليب، ان انت بتعرف تحدد الشفه دي، اللي هي الشفه دي الخط ده اهو. ماشي اهو، هتلاقي تحس كورتين فوق بعض كده. استنى اما اجيب لك البتاع تولز، نجيب ما فين القلم، فين القلم، فين القلم، فين القلم. ماشي اهو، هتحس كوره هنا وكوره هنا وما بينهم شفه اهي، بس دي الفكره اللي انا عايزك ايه تعرفها في عشان هنتكلم عليها كمان شويه كتير. اي برضه نفس الكلام، هنا هتلاقي في شفه اهي، اهي الشفه اهي. ماشي، عرفت تحدد خط، يبقى ديت بوليب. سيرفايكال ايه، سيرفايكال بوليب. هي دي مش باينه قوي اللي شبه العفريته، بس دي سيرفايكال بوليب. ماشي اهي، في خط فاصل ما بين اليوترس والبتاع، يبقى دي سيرفايكال بوليب. ماشي برضو اهي الخط اهو، الخط اهو. ماشي الخط اهو بوليب. ديت خلي بالك عشان ما تقولش ديت الايه، عشان في واحده شبهها فوق ديت بوليب فايبرويد بوليب، بس طالعه من السيرفكس اللي عين الجمل اللي احنا قلناها فوق، كانت طالعه من الفندس. ديت ايه، نفس الجار ديت اهو، في شفه تعرف ترسمها او في حد فاصل، فخلاص يبقى ده البوليب.